11 مرشحا من كبار الصحفيين تنافسوا على مقعد نقيب الصحفيين ضمن انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتشمل الانتخابات أيضا اختيار 6 مرشحين لمجلس النقابة. اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أكثر من 2175 صحفيا بنسبة 25% بعد فشل الجمعية الأولى منذ أسبوعين. احنا عاوزين صحافة فعلا متقدمة، عاوزين ننقذ الصحافة الورقية التي تعاني من معاناة شديدة جدا، عاوزين صحافة حرة بمعنى الكلمة. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وبالتالي ده بينعكس على الصحافة الورقية انخفاضا في التوزيع، انخفاضا في الإيرادات. تناقش الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لأول مرة تعديلات في قانون الصحافة، تشمل تعديل نظام الانتخابات ليصبح التسجيل والتصويت في وقت واحد، وكذلك مواد وبنود التأديب للصحفيين لضبط الأداء المهني، وحذف مواد تعود لعصر الاشتراكية. لا يوجد باب للتأديب في نقابة الصحفيين، أو التشكيل الموجود في نقابة الصحفيين هو تشكيل غير واقعي، يعني مثلا ممثل عن الاتحاد الاشتراكي، طبعا أين الاتحاد الاشتراكي الآن؟ وبالتالي سوف نضيف للجمعية العمومية اليوم للائحة النقابة اليوم باب كامل عن التحقيق والتأديب. أن يكون هناك مجلس النقابة ونقيب جديد يستطيع أن يتفاوض مع سيادة الدولة، وليس في الدخول في مواجهات مع سيادة الدولة بشكل كبير. عمليات الحشد من أنصار المرشحين ساهمت بشكل كبير في اكتمال النصاب القانوني والوصول إلى النسبة المطلوبة لإجراء عملية التصويت، وتحسم النتيجة بالحصول على نسبة 50% من الأصوات المسجلة. اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب وستة من أعضاء المجلس ضمن الانتخابات الدورية للتجديد النصفي للنقابة، وتعقد الجمعية هذه المرة لإدخال تعديلات على قانون الصحافة، منها تعديل نظام الانتخابات وبنود التأديب للصحفيين. محمد عاطف، الغد، القاهرة.